طيب برضو بشيء من الانضباط والحرص على الحقوق بشكل واضح وحاسم، لان الناس الجمهور بعد اللي حصل من انفلات من هذا اللاعب والفرقه اللي معاه بدا الكلام، طب هو الاهلي ساكت ليه؟ لا، الاهلي ما بيسكتش، بس الاهلي ما بيشتمش، والاهلي ما بيتجاوزش، والاهلي ما بيغلطش، لكن بياخد حقه التالت ومتلت وفقا للاطر القانونيه السليمه. قرر النادي الاهلي التقدم بشكوى رسميه للاتحاد المصري لكره القدم تم ارسالها بالفعل، واخرى مماثله الى لجنه الانضباط والاخلاق ضد امام عاشور لاعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديم بعد التجاوزات غير اللائقه والخارجه عن كل قواعد الاخلاق التي ارتكبها المشار اليهم عقب مباراه الاهلي والزمالك في دور الشباب اللي اقيمت بملاعب الاهلي في مدينه نصر امس. ارفق الاهلي بشكواه فلاشات تضمنت 5 فيديوهات للاعب امام عاشور وزملائه وهم يكيلون السباب والشتائم والالفاظ الخارجه للنادي الاهلي ومجلس ادارته ورئيسه الاسبق وكيان النادي وجماهيره. جاء في الشكوى ان التصرفات والالفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل افعالا مشينه وانتهاكات دخيله على الوسط الرياضي وتثير الفتنه بين الجماهير ومخالفه لكل قواعد الاخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالاساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكره القدم وكذا لوائح الانضباط والاخلاق لاتحاد الكره. تضمنت الشكوى ايضا انه لم يكن هناك مبرر على الاطلاق لقيام هذا اللاعب وزملائه بهذه التجاوزات وتوجيه الاتهامات الى شخصيات قياديه في النادي الاهلي وكيل الذباب والشتائم بالفاظ يعاقب عليها القانون، خاصه ان المباراه اقيمت على ملاعب الاهلي ولم تشهد أي أحداث عارضة وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن عاشور اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن قام بالتعدي على لاعب الأهلي الكابتن وليد سليمان عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن وليد سليمان كان ملقى على الأرض، وقامت لجنة الانضباط والأخلاق وقتها بإيقاف عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعة التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر. وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبة السابقة. بص، أنا نفسي جدا جدا أن يدرس إمام عاشور، اللاعب إمام عاشور، هل كان بيعمل كده هو في نادي المحلة؟ هل كان بيعمل كده هو في نادي حرس الحدود؟ طيب إذا كانش بيعمل كده وكان منضبط، إيه اللي حصل له لما اتنقل لحلمه الكبير وأصبح في أحد قطبي الكرة وعنده فرص إن الناس تشوفه في أعلى المستويات وأعلى الاحتكاكات؟ إيه اللي حصل له؟ مين اللي فهمه ان ده السبيل الوحيد انك تاخد شعبيه تفرضك على الملعب؟ ولا يدهشك يا استاذ ابراهيم ان هو عوقب ونزل يتمرن مع الناشئين هو زميله احمد عيد، خلاص عقوبه بمجرد ما سب الاهلي ورقصه على سباب الاهلي يترفع الايقاف عنه، يترفع الايقاف عنه وكافة. يا جماعه ايه الرساله اللي عايزين تعلموا بيها الناس؟ ايه الرساله اللي عايزين توجهوها للوسط؟ ايه الرساله؟ هو لم يستوفي العقوبه، ده انت كافئته وكانه يعني كان مطلوبا منه. طب ما هو لازم هيعمل كده، انت حط نفسك لو انت مش فارقه معاك، يعني انما احنا ممكن تبقى فارقه معانا، لا مش هعمل الغلط، لكن هو مش فارق معاه. انا كل اللي يهمني دلوقتي الناس دي بتحب كده هعمل لها كده اللي هي عايزاه. في جزء من الجماهير بيحب كده، لا ده انا، ده انتوا حبايبي هديكوا من ده واكتر. يوم يجد مسانده اداريه من اداره فرقته ومسانده اعلاميه من اعلاميين يبرروا. هلا الاستاذ عمرو الدرديري يقول لك اصله تشوفه؟ اشوفه الاول عشان الناس تشوفه معانا. طب نشوف ايه تبرير الزميل عمرو الدرديري المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن واقعه امام عاشور. امام عاشور الحقيقه في عندي شريط فيديو بدون اي مناسبه شارك الحقيقه في خلال قمه الشباب، وبعدين عندي شريط فيه سباب لرموز الاهلي بدون اي معنى. ايه الحكايه يا استاذ؟ ايه الحكايه يا استاذ عمرو؟ الحكايه انه نادي الزمالك تعرض لظلم،
اللائحة اللي بعتها اتحاد كرة القدم يا أستاذ سيد من أول الموسم لبطولة الناشئين بتؤكد أن النتيجة تحسن في حال التعادل فريقين في عدد النقاط اللجوء إلى الأهداف فارق الأهداف. فوجئنا أن اتحاد الكرة بعد نهاية المباراة عمل لائحة جديدة مع نفسه وأعلن فوز الأهلي، ثم رجع وقال لك مباراة فاصلة، فده خلى لاعب زي إمام عاشور يخرج عن النص. شيء عظيم جدا جدا جدا. الكابتن إمام عاشور اللي بعد لحظات ودقائق من نهاية المباراة وقف يتغنى بسباب الأهلي ويحتفل بفوزه بالبطولة، ما عندوش أي نتيجة تانية. اتحاد الكرة ما كانش خد أي قرار لسه. إذن هو كان حاسس بالظلم اللي هيجي بعد خمس ساعات. يا أستاذ عمرو، يا أستاذ عمرو، خليك أنت راجل فاهم والله، خليك أنت واقف تحاول تصوب الخطأ. دورك أن تحاول تصوب الخطأ. لما الكابتن إمام عاشور غنى هذه الأهازيج والأغاني المخلة هو وزملائه كان بيحتفل بالفوز، كانش بيحتفل بالظلم، كانش فيه ظلم لسه بالنسبة له سمع عليه. فإنك تقول عايز الدليل بالرقم، قول المباراة كانت الساعة واحدة انتهت 3:15، اللعيبة احتفلت في الملعب لدقائق ثم دخلوا أوض اللبس. يعني الفيديو المشين اللي فيه كل هذا القرف من الهتافات كانت تقريبا 3:30. الزميل أسامة إسماعيل في أول ظهور على المواقع هو المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة ده بعد الأحداث ما حصلت. الساعة كام بقى عشان تشوف الصورة؟ الساعة 4:58 دقيقة، يعني الساعة 5. القرار الرسمي طلع 7:15، يعني الراجل ده كان حاسس بالظلم الساعة 3 ومستشعر ان الاتحاد هيطلعه الساعة 7:30. طيب انت الاتحاد هيظلمك طب بتشتم الاهلي حتى لو طب انت مألف اغاني تحسبا ان تظلم فبتألف اغاني على صالح سليم اللي ملوش دور في ظلمك. يعني الراجل يعني توفاه الله قبل يمكن انت ما تتولد، بقاله كام سنه دلوقتي؟ 2002 كان صالح 2002 وده عيل مواليد 97 تقريبا ولا 97 او 8 يعني كان بيرضع يعني انت ما حضرتش انت بتشتم واحد ما شفتوش، بس قطعا اتحكى لك عنه لما كانت بتيجي سيرته ازاي الراجل ده كان محل تقدير واحترام كل الناس. فانت يعني غريبه جدا انك يا استاذ عمرو ان تبرر الامر على هذا النحو، يعني دي شوية فاتتك يعني.